من كرة القدم نروح لتنس الطاولة، وتحديدا فريق سيدات النادي الأهلي اللي بيواصلوا النهاردة الحقيقة انتصاراتهم في مباراة الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري اللي بتقام النهاردة على صالة هيئة قناة السويس في إسماعيلية. الحقيقة حققوا فوز مهم جدا على الزمالك بنتيجة 3-1، وجي فوز فريق سيدات تنس الطاولة في الأهلي على الزمالك بمشاركة لاعبات طبعا نادين الدولتي وأميرة يسري وهنا جودة. كمان فاز فريق سيدات تنس الطاولة في الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 في نفس البطولة. ومثل الفريق طبعا في هذه المباراة مروة الهضوبي وعايدة رحمه وهنا جودة برضو. صحيح طبعا بنقول لهم فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي بنبارك لهم طبعا بنقول لهم مبروك، ونجح في الفوز كمان بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الجمهورية. بيرأس الجهاز طبعا الفني طبعا أشرف عبد الفتاح، وبيعاونه عادل شومان ده مدرب عام، أحمد عياد ده كان مدرب، وأحمد حامد ده مدير إداري. كل طبعا التوفيق لكل الفرق في النادي الأهلي. تنس الطاولة في النادي الأهلي بتقدم مستويات رائعة على مستوى السيدات على مستوى الرجال، فكل التوفيق لفرقنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي إن شاء الله.